مسموع ضيوفنا الكرام؟ نعم مسموع مسموع، يعطيك العافية. مسموع مسموع، بارك الله يسرني، فيك. الله يبارك فيك. يسرني دعوة الدكتور فريد للمشاركة بورقته، فليتفضل المشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضحة الشاشة؟ نعم واضحة دكتور. عفوا. السلام عليكم، مرحبا في هذه المحاضرة حول المدن الذكية. اسمي فريد غانم، مدير الأبحاث والتطوير والابتكار في شركة رايت إنوف، وهي فرع من مجمع سيفيتال، أكبر مجمع خاص في الجزائر. المحاضرة ستبدأ بمقدمة قبل أن نعرج على إنترنت الأشياء، فالمدن الذكية والمستدامة، ثم نخصص قسطا للتحدث عن الاستدامة بتفاصيل أكثر. عادة عندما نريد تطوير أي تطبيق، تطبيق بمعناه الواسع، إما منتوج وإما عفوا خدمة، فمثلا إن أردنا تطوير كمبيوتر، تشييد منازل، تقديم خدمات صحة أو نقل مثلا، فنبدأ من التطبيق ثم نبحث عن التكنولوجيا التي تساعدنا على إعطاء هذا التطبيق الميزات التي نريدها. فهي إذا تطبيق يبحث عن تكنولوجيا. في إطار المدن الذكية فهو العكس، نبدأ من تكنولوجيا، ألا وهي تكنولوجيا إنترنت الأشياء التي تعطي إمكانيات هائلة من حيث التطبيقات، ونريد أن نستعملها في إطار المدن الذكية، فهي تكنولوجيا تبحث عن تطبيق. التقدم التقني والتكنولوجي في مجال الرقائق النانو إلكترونية، أنظمة الاتصال، المجسات أو سنسورز، الذكاء الاصطناعي، هذا تقدمان على التقنية والتكنولوجيا سمحا بتطوير أنظمة جد معقدة بأسعار زهيدة وأحجام صغيرة. هذا فتح الأبواب واسعا للاستشعار على نطاق واسع وبدقة عالية، ثم أخذ الإجراءات الذكية اللازمة آليا. فهنا نتحدث عن إنترنت الأشياء. ثم إن طبقنا هذه الأنظمة الآلية والذكية على مستوى المدن، فنتكلم هنا عن المدن الذكية، ثم إن سخرنا جزء من هذه التطبيقات للحفاظ على الموارد، فهنا نتكلم عن المدن المستدامة. أنوه هنا أن عادة الاستدامة ينظر إليها من جانب الحفاظ على الموارد البيئية فقط. في إطار المدن الذكية الاستدامة بمنظور الكثير ومنظوري يجب أن ينظر إليه على الأقل من ثلاث جوانب: الموارد البيئية، ثم التكنولوجيا، والأعمال أو البيزنسز. هذه نقدم هنا صورة توضيحية مبسطة جدا لإنترنت الأشياء على شكل طبقات. الزملاء الآتون سيفصلون هذه الطبقات. الطبقة الأولى ألا وهي طبقة الأشياء أو الأجهزة التي نريد توصيلها والتفاعل معها. الطبقة التي تليها الكونكتيفيتي أو التوصيل، مهمتها هي توصيل هذه الأشياء أو الأجهزة للبنية التحتية، السحاب الكلاود، فالتطبيق، فالبيزنس من فوقها. الكلاود أو السحابة هي في حد ذاتها تحتوي على تكنولوجيات تطبيقات عدة، نختصرها تقريبا في ثلاث تبسيطا: Data Ingestion، بحيث يتوجب على هذه السحابات to ingest، التعامل مع بيانات جد ضخمة بفعالية وأمن كبيرين، بحيث يمكن للتطبيقات أن تشتغل كما يجب. ثم تحليل هذه البيانات في طبقات أخرى، ثم ستورج أو تخزين، بحيث نخزن بفعالية، بحيث يمكن أن نستعمل البيانات بفعالية وأمان أيضا، وخاصة بأسعار تنافسية. الطبقة الآتية وهي الابلكيشن أو التطبيق، هنا نعطي الميزات بالنسبة لنظامنا. مثلا إن أردنا أن نتحكم عن بعد في أجهزة، دراجات، سيارات، أجهزة إلكترومنزلية فأخرى، ففي هذه الطبقة. ثم الطبقة التي تليها البيزنس، وهي مهمة جدا بالنسبة للاستدامة،
بحيث أنه في مدينة ذكية الخدمات تعطى من طرف شركات. فمن مهم من أهمية مكان أن تطور هذه الشركات نماذج أعمال business models بحيث تتربح من هذه الخدمات، وإلا فإنها ستندثر. عادة في وخاصة يتكلم من ناحية من وجهة النظر الطبقات عن platform مثلا، وباختلاف النظر وجهة النظر قد تعلو البلاتفورم لتشمل مثلا طبقات الكونكتيفيتي، ولكن خاصة النتوركينج فيها أو التوصيل في حد ذاتها. الآن أعرج عن المدن الذكية تعريفا، فهي بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات هي مدن مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات إلى آخر التعريف. فهو تعريف عام، الشيء تقريبا المحدد فيه هو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير ذلك هي تقريبا تعريفات توجيهية أكثر منها حصرية. كذلك بالنسبة لتعريف الاتحاد الأوروبي التي ترى فيها أماكن أين الخدمات والشبكات تصبح أكثر فاعلية عن طريق استخدام تكنولوجيا الرقمنة والاتصال. في كلتا الحالتين، في التكنولوجيتين نهدف عادة إلى تكنولوجيا إلى إنترنت الأشياء. في الصورة التي قدمتها منذ قليل حول الطبقات، قدمت طبقة واحدة، ولكن في إطار المدن الذكية هناك خدمات عدة متنوعة ومختلفة في متطلباتها، فيصعب من خلال بلاتفورم واحدة تسيير كل الخدمات. لهذا فإن الواقع في مدن ذكية سنجد عدة بلاتفورمز أو بنية تحتية تتفاعل فيما بينها، ثم نرى البيزنسز أو الشركات من في الجانب السفلي تتفاعل مع هذه البلاتفورمز لتقديم خدمات. الآن هذه صورة لمنظر أو اللاندسكيب على الاي او تي من جانب نظر ستاندرديزيشن. ففي الطبقه الاولى نجد الهوريزونتال، عاده هي انظمه او تطبيقات يشترك فيها الطبقات العموديه او الفيرتيكلز التي تمثل هي التطبيقات. فمن ناحيه الستاندرديزيشن نجد السيتيز وهي المدن الذكيه، لانه مهم أن نجد الستاندردز التي تتيح التعامل مع مختلف الخدمات. لكن إن ذهبنا إلى اللاندسكيب، إلى المنظر من حيث البيزنسز، فنجد أن الفيرتيكال أو التطبيق للسيريز يختفي ليتشعب في حد ذاته إلى تطبيقات. هذه solution أو الحل، كل ما كان يتعلق بالكلاود أخذناه في أوروبا. من بين الأسباب عدم وجود كلاود أو سحابة على مستوى الجزائر بحيث يسمح بتقديم خدمات بفعالية. هذا يعطي تبعية بالنسبة لقارة أخرى، بلدان أخرى، ومن حيث الاستدامة هذا شيء يجب أن ينظر إليه، على أن شيء يؤخذ في الحسبان. لمجرد تغير في التشريع أو إذا كانت أي أزمة سواء سياسية اقتصادية تكنولوجية، فهذا قد ينتج عنه انقطاع الخدمات كليا، بحيث أن كل الخدمات تعتمد على هذه البنية التحتية البلاتفورم. هنا في هذه الصورة حضرة دكتور، يعني العرض غير موجود على الشاشة. غير موجود؟ غير موجود للأسف. والآن؟ لا؟ ما زال غير موجود، احنا فقط حتى تكتب. سبحان الله. من قبل ما غير موجود؟ الآن أصبح موجود، نعم. سبحان الله. معذرة. الآن موجود؟ أصبحت معلومات. أي خلاص الحمد لله، يعني تجاوزنا هذا الموضوع، الآن أصبح موجود. لو تعطيه عرض كامل.
من البداية كان نكمل؟ تمام نكمل حين ما وصلتم بإمكانكم يعني الاستكمال. طيب المعذرة. نعم هنا هذه الصورة توضح صورة بالنسبة للطبقات. المعلومة هنا أن كثير من الشركات، أغلب الشركات تريد أن تحاول أن تتمحور على عدة طبقات، مثلا نجد جوجل تحاول، جوجل، سامسونج وغيرها، فتحاول أن تخلق بيئة بحيث تكون على مستوى الطبقات. الشركة الوحيدة التي أعرف أنها على مستوى كل الطبقات هي هواوي، وهذا ما سمح لها للصمود في الأزمة بين الولايات المتحدة والصين من أجل استعمال إندرويد. هواوي تصنع الآن، هي رقم واحد في العالم من حيث سمارت فونز. في عز الأزمة ترامب قرر أن يحرم هواوي من أندرويد، رغم أنها هي رقم واحد في تقريبا في كل الطبقات. هذا عرضها إلى يعني خطر توقف كل الخدمات، وهذا هذا الخطر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الاستدامة من حيث التكنولوجيا. يجب أن في المدن والبلدان أن تحاول أن توجد كل الطبقات على مستوى بلد ما بحيث تقل الاعتماد على الخارج. أما الاستدامة على مستوى الأعمال، فالعقبة المهمة في هذا المضمار هي التشريعات. التشريعات مهمة جدا، يجب أن تكون، ولكن يجب أن تراعي الواقع على الميدان، بحيث أن التشريعات مثلا إذا صدر تشريع وهو رائج على مستوى البلدان، يقول مثلا البيانات لا يجب أن تخرج من البلدان، وإلا أن تكون عندك سحابات يمكن لك أن تتيح لك أن تعطي خدمات على مستوى البلد، فهذا عقبة كبيرة. تفعيل هذه التشريع فمعناه قتل كل الخدمات وكل الشركات التي تعطي فيها. فخلاصة الاستدامة، عرجت على الاستدامة لأن مهم أن ينظر إليه من هذه الجوانب التكنولوجية ونماذج أعمال، بحيث أن تتربح الشركات من خدماتها. أظنني قد استوفيت 15 دقيقة، وأشكركم على حسن الإصغاء. شكرا دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك، جد مهمة. لو يعني ناخذ سؤال، ما هي وجهة نظركم، هل المدن العربية هي جاهزة لاستقبال هذا التطور الحاصل في التكنولوجيا؟ في الحقيقة يختلف. مثلا لو نظرنا قطر أو الإمارات أو العديد من البلدان، عندها بنى تحتية مثلا تتيح تقديم خدمات، وفي الواقع تقدم خدمات. مثلا دبي من البلدان الرائدة، قطر وكذلك كثير من البلدان، هذا واقع. لكن في الاستدامة هذا هو المشكل، لأنه تقريبا في أتكلم عن الجزائر، البلد الذي أعرفه جيدا، التشريعات ليست لا 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 تتيح تفعيل المدن الذكية بفعالية. هناك مجهودات يجب أن تبذل على المستوى التكنولوجي لإيجاد التكنولوجيات وأيضا صيغة الأعمال. دكتور فريد غانم، شكرا لك على هذه المشاركة. كنا في ورقة ما هي المدن الذكية.